أهلا بكم في ترند. تجربة سينمائية جديدة تشهدها مملكة البحرين، فقد تم افتتاح أول سينما سيارات تستوعب حوالي 100 سيارة لكل عرض، وسيتم عرض فيلمين في اليوم طوال أيام الأسبوع. وجاءت هذه التجربة بعد الإغلاق المؤقت لصالات السينما اللي فرضتها الظروف الاستثنائية الحالية. وتقام سينما السيارات في خليج البحرين والمقابلة للواجهة البحرية الجميلة التي تطل على أفق مملكة البحرين. لأول مرة من 64 عام يتم إلغاء جوائز نوبل 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا. مؤسسة نوبل أعلنت بأنها تنوي الإبقاء على مراسم توزيع الجوائز في أوسلو وستوكهولم، ولكن بشكل جديد يأخذ في الاعتبار التباعد الاجتماعي، ويسعى المنظمون إلى إيجاد طريقة لتسليم الميداليات والشهادات للفائزين في بلدانهم. ثمان دقائق مرعبة عاشها مجموعة من زوار مدينة ملاهي في روسيا بعدما توقفت واحدة من الألعاب عن العمل أثناء دورانها رأساً على عقب، والسبب هو انقطاع التيار الكهربائي أثناء تحرك اللعبة اللي كانت تبتعد عن الأرض حوالي 7 أمتار. اعتاد متابعو الرسام الأمريكي شيمس ري على جمال لوحاته والابتكار اللي تتخللها، فمرة يرسم اللوحة لشخص ومرة لمنظر طبيعي ومرة يرسم نفسه، ولكن هذه المرة تمكن من رسم لوحة يرسم فيها نفسه وهو يرسم نفسه لأكثر من 3 مرات، وفي كل مرة ينشر صورة للوحته الجديدة تنهال عليه تعليقات ومطالبات برسم نفسه أكثر من مرة في اللوحة الواحدة. أثارت في الآونة الأخيرة عودة جمال إلى صاحبه القديم بعد عام من بيعه مشاعر الرعاة في إحدى مناطق منغوليا الداخلية بشمال الصين، ففي العام الماضي قام أحد الرعاة ببيع الجمل، ولكن الجمل هرب من صاحبه الجديد في 27 يونيو الماضي عائدا إلى صاحبه الأول بعد أن قطع مسافة تزيد عن 100 كيلومتر عبر خلالها الجبال والأنهار والطرق العامة السريعة، ووصل إلى منزل صاحبه وجسده تكسوه الجروح. مشاهدينا، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم. نلقاكم باكر وحلقة جديدة من الترند. في أمان الله.